متابعيني، حاير وقاعد بالبيت وما تعرف وين تروح، الحل يم كوفي لونج نمبر 1. زين هذا كوفي لونج نمبر 1 شنو يقدم؟ تعالوا سووا خليني اشوفكم. السلام عليكم. شنو شلونك حبيبي؟ شنو عندك؟ المنيو. احلى شغله عجبتني بيهم المنيو، يجيبوا لك اياه للسياره او تريد المكان انت اللي قاعد به، يجيبوا لك المنيو والشغلات اللي تطلبها راح يجيبوا لك اياها، يعني اذا انت كنت قاعد بالسياره او اذا انت قاعد برا او اذا انت قاعد جوا. فانا اريد من عندك ان شاء الله تجيب لي هاي وهاي وهاي. عيني عيني انت. خلينا نشوف الطلبيه مالتي. وين نقعد هسه؟ بس سياره لو جوا لو برا؟ يدحكي رحمه لوالديك، والله قطعت قلبي. اليوم انت طلعتك مو خوش طلعه، اليوم لو حتى ادري بيك ما خلك تصور، وين نقعد؟ انا راح اقعد جوا وعوفك، تريد تزعل ازعل. يا عزيزي المصور انت تبقى زعلان، احلى شيء بالمكان مكان دافي، واحلى شغلات بيه بعد احلى من الدفو، مشروبات ساخنه ومشروبات بارده، وشوف لي انواع النوتيلا. شوفوا لي شلون نوتيلا، خلينا نقول بسم الله. وهسه راح اجرب هذا الهوت شوكليت الفواكه الحمراء، يعني ما حد مسويه بمحافظه كركوك الا هم الوحيدين، جابوا هاي الطريقه وهم سووها، خلينا نجرب الطعم مالته. شوكليته يخرب بيته ايش قد طيب. وهسه خلينا نجرب هاي الموكا وبشوكولاته، خلينا نشوف الطعم مالته حلو. الطعم مالتها يعني خاصة أنا أشوف أهل السكر أو الشياب كبار بالعمر اللي يحبون القهوة، هاي الطعم مقارب للقهوة بس بيها نوع من الحلا، يعني كلش طيبة بصراحة. هسه خلينا نجرب هاي النوتيلا. بسم الله. طعمها يعني احنا كل اللي نعرف انه الخيار بالزلاطة صح؟ بس الخيار عصير يعني ما سامع بيها ولا مجربها، بس اليوم سمعت بيها وشفتها وراح اجربها. نقول بسم الله. الخيار بس ما يسوي خورت بس ما يسويش. شوفوا اللافندر، اللافندر طعم الورد، فخلينا نشوف يا ورد ورد جوري، بس لو ورد جوري كان صار احمر مو صح. بسم الله. هاي اسمها بيك كالستو، سعرها ب 2.5، يعني لاني سعرها ب 2.5. وين ما تروح اعتقد اسعارهم ب 5000، اسعارهم كلش مناسبه وكلش رخيصه. راح نجرب هاي وندلكم على العنوان. كوفي لونج عنوانه ابد ما يتيه، مجاور لحمه بعجين نمبر 1، الرقم مالتهم 077-170-450، التوصيل لحمه بعجين والمشروبات الساخنه والبارده مجانا، مجاور جبهه تركمانيه طريق بغداد، كوفي لونج نمبر 1.